4 سنين بكالوريا معناتها نمر بالتجربة، نمر بالتراوي خويا، نمر بالتراوي على الاخر. العام الاولاني ساعة مهزلة، مخليش دعم العام الاولاني مهزلة، العام الاولاني جبت 5 معدل، مشيت ضربتها بالكسكسي عند نصيب ساعتي ماضي ساعة تاع نصيب بروم يعني، ضربتها حاطهم كسكسي 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 ماضي ساعة متاع الليل، وعملتهم الكل لك بتاع المسلسلات المصريه زعما ماليش نفس، وروحت للدار ساعه دارنا كل يستناو فيا. امي قالت لي هاو هاو طولي صار صار. قلت لها لا يا امي لا، وانا والله ما قريت شيء. لا قالت لي ادخل تعشى. قلت لها ما عينيش، وانا الكسكسي قلت لك وعيني لهنا. بابا وقت امن اللي انا ما قال جعفر ما يتعشاش مستحيل، ولدي حاس قال على الاخر. ريت التصويره هذيك حبيت نكذب بها الاشاعات، قالوا جعفر فرطاس فرط وشد وكبش وحلو بالضبط معايا، فهمتني صح؟ لا هذيك التصويرة تأكد جدا اللي واحد ساعات في شعره يتيح نعمة وهالي مش نقول هيكم توا على الملا. انا ما نسوقش وما عنديش برمي وباش نعمل برمي تفهمني ولا في الايامات القادمه. انا ندي محضر بلون ا كيما تو وبلون بي، كان مشيتو ريقلي خويا نمشي معاكم بلون ا، كان مشيتو بلون بي عندي بلون زيد والله نفضح الاسبور والله والله ورس ولادي يجبدني واحد الجرام. انت الساعه عندي عليك دوسيات ورس ولادي، قلت لك ابدا من البنيه نتاع الفستان. هاني لمحت لك حاتم الماء، قلت لك الماء كهو باني باش نقز السؤال صحيح. انا رايي الشخصي نحكي لك ممكن راني يكون غلط، يظهر لي من غير المعقول انك تجبده هو كانسان، هذا هي رايي الشخصي. تنقدوا في سياسته، تنقدوا في اش قدم للبلاد، اش كلا درا شنو، اش عمل امورك هذيك، اما هو كشخص انا ديما نقول عنده وليدات، عنده صغار، عنده عائله، عنده عرش، عنده جهه دافع عليه، عنده تاريخه، عنده نضاله، يظهر لي نحكي توا انا راه مش كرئيسك هو، نحكي حتى انسان في حزب يا خويا انقده هو اش عمل، واجهه هو في افعاله، في الشيء اللي قدمه للبلاد. سي نور الدين العطر من قبل لي تحيه كبيره برشا ليه، قلت له خويا السلام انت بنومي، قال لي انا هو، قلت له خويا جاي نقرا، قال لي حتى انا جاي نقرا، قلت له هذه دخول وخروج وساريات ورايق وكارتا وشكب وبيلوت هذيك كل ما يدورش، قال لي حتى انا جاي نقرا. دخلنا خويا للشومبر، عنده سطي لبسيسه نحييه سطل حاطه تحت الفرش، قعدنا نغزلوا بعضنا، قلت شتي الجو تو؟ قال لي لقينا. قلت له تو باش تبقى وش نعملوا نحن تو؟ قال لي عندي رامي 6 شهور نلعبوا في الرامي خويا، رامي بلوت شكبه بسيسه، ما مشيتش نقرا. امي قالت لي واتاتك سفقس سمنت خويا النوم ودبرت كلمتين نقولهم قانون الدستوري، فهمتني هذيك قانون الدستوري درت شي فاز اخرى نقولهم نعاود. اسمعني والله والله العباد ماشي في بالها سهله، والله اللي ثم حاجه سهله وي جعفر ها لطفي ها فلان ها، اسال كيفاش وصل، مش اسأل. قال عمر الشريف مرة في حوار قلت له يا ريت يا أستاذ عمر تحكي لنا عن بداياتك، قالها يا ريت يا أستاذة سألتيني عن بداياتي في بداياتي، جيتني توا تحكي لي على بداياتي. معناتها أنا 8 سنين أنا يقول لك الهادي وعبد القادر وشاكر وعبد الحميد، معناتها الظروف على قدها، الهادي 5 صغيرات فهمتني، دينار يقسمه دينار يخليهولك باش تاكل فهمتني، بالقاسم تاع قهوه ايناس معناتها يكردي فينا 4 سنين. انا شو نحكي لك يكردينا خاطر يعرف اللي احنا ما عندناش باش ناكلوا، فهمت الفازه معناتها معناتها باتوا راس وذنب في فرش، ثم ريسك كبير برشا لانه يعرف ما عندناش قدره باش نكريو فهمتني، وريسكاو معناتها بخدمتهم وتعلمت منهم كيما تعلمت من الاساتذه بتاع المعهد العالي في المسرح، تعلمت منهم برشا المسرح، تعلمت المسرح الحقيقي من عندهم هما، لانه انا وقت اللي عملت البروجيت فانديتود والفضل في يرجع فيه للاساتذه بتاع المعهد، كي تدخل للبيت العسى يسالوك اسئله المواطن العادي، قال لي الهادي جبالي مره يا جعفر ما احلاها المسرحيه اللي عملتها، اما ما فهمتهاش يا جعفر امان عملونا مسرحيه انتم اللي قاريين نفهموها.